بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نكمل سلسلة محاضرات الفسلجة الطبية، الجهاز التنفسي. اليوم محاضرتنا هي المحاضرة الثالثة. احنا بالمحاضرة الأولى حكينا introduction to the respiratory tract، وحكينا عن ال general functions of respiratory tract. بالمحاضرة الثانية حكينا عن ال surfactant، وحكينا عن ال يعني lung maturation والكلينيكال فيتشر اوف سيرفكتنت ديفيشنسي، وقلنا شلون نستخدم البروفيلاكسز بالبريتيرم ليبر بالنساء الحوامل اللي نعتقد انهم راح يصير عندهم ولاده مبكره. قلنا ممكن نستخدم بروفيلاكتيك دوزز اوف كورتيكوستيرويد for acceleration of lung maturation and production of sufficient amount of surfactant. والمحاضرة الثالثة اليوم بسلسلة محاضرات الجهاز التنفسي الفسلجة الطبية لطلبة الصف الثالث في كلية الطب جامعة تكريت. نحكي عن الغاز اكسشينج. غاز اكسشينج اكو شيء اسمه سيستميك غاز اكسشينج. سيستميك غاز اكسشينج هو unloading of oxygen and loading of CO2 at the systemic capillaries. CO2 loading, CO2 diffuse into the blood. Carbonic anhydrase and RBC catalase CO2 and water reaction and lead to production of H2CO3, which is unstable and so rapidly will be dissociated to bicarbonate anhydrogen ion in the presence of carbonic anhydrase. Chloride shift keeps reaction proceeding. Exchange bicarbonate for chloride. Hydrogen bind to hemoglobin. معنى هذا الكلام انه التشو ميتابوليزم in the presence of oxygen lead to production of energy. With production of energy there will be production of CO2. اذا ال CO2 هو راح يكون ناتج عرضي للتشو ميتابوليزم. زين، ناتج عرضي للتشو ميتابوليزم. فالدم يجي من القلب، دم واكسجين، اوكسجينيتد بلاد. اوكسجينيتد بلاد يجينا منين؟ يجينا من القلب عن طريق الشرايين. هذا الاكسجينيتد بلاد راح يصل وين؟ يصل الى الكابيلاريز. بعدين ايش راح يصير؟ راح يصير اللودينج اوف اوكسجين. طبعا من اللي ينقلوا؟ ينقلوا الهيموغلوبين اللي هو موجود بالار بي سي. الهيموغلوبين اللي موجود بالار بي سي. الار بي سي هي باكس اوف هيموغلوبين. باكس اوف هيموغلوبين، اذا هي حقائب او كونتينرات تحتوي على الهيموغلوبين. هذا الهيموغلوبين يؤدي عدة وظائف. واحد من أهم الوظائف هو الـ transport of oxygen to the tissue and transport of CO2 from the tissue. طبعا قلنا الأكسجين هذا جاي منين؟ جاي من الـ heart, oxygenated blood. Oxygenated blood. زين؟ فإذا الهيموغلوبين هو المسؤول عن الـ transport of oxygen to the tissue and also removal of CO2 منين؟ from the tissue to the venous return and then to the right side of the heart and after that to the lung. زين، ال CO2 هذا اللي راح يطلع من التشو ميتابوليزم. زين، هذا ال CO2 اللي هو ناتج عرضي للميتابوليزم at tissue level، ايش راح يسوي؟ راح يسوي بايندينج مع الووتر. وين يسوي؟ يسوي بايندينج مع الووتر. زين، وين هذا؟ بالار بي سي. اذا هو راح يطلع من التشو يروح الى الكابيلاريز. الكابيلاريز شكو بداخلها؟ اكو بداخلها بلاد. البلد هذا ايش بيه؟ بي ار بي سي. هذا السي او 2 اللي طلع من التشو راح يروح وين؟ يدخل الى الار بي سي. راح يسوي؟ راح يسوي بايندينج مع الووتر الموجود بداخلها. ان بريزنس اوف كربونيك انهيدريز
الكربونيك انهيدريز راح يسوي acceleration of this reaction اللي هو التفاعل ما بين الووتر وثاني اكسيد الكربون. طبعا هذا التفاعل ممكن يمشي بدون كربونيك انهيدريز لكنه راح يكون بطيء. الكربونيك انهيدريز it will accelerate this reaction about 5000 times. فهذا راح ينطينا مركب اسمه H2CO3. هذا المركب قلق بسرعة يتفكك الى بايكربونيت شحنتها سالبة والى هيدروجين ايون شحنته موجبة. هذا البايكربونيت ايش راح يصير به؟ هذا البايكربونيت حتى يصير التفاعل keep reaction proceeding exchange of bicarbonate for chloride راح يصير شيء اسمه chloride shift. زين كلورايد شيفت. الهيدروجين binds to hemoglobin. الهيدروجين ايون binds to hemoglobin. اذا ال CO2 راح يصير له شو يصير له؟ راح يصير له لودينج. وين لودينج؟ على الهيموجلوبين. بينما الاكسجين يصير له اللودينج. اللودينج يعني release of oxygen from the hemoglobin to the tissues and loading of CO2 from the tissues to the blood. Systemic gas exchange, oxygen unloading. Hydrogen ion bind to hemoglobin, to the oxyhemoglobin, reduce its affinity for oxygen. الهيدروجين ايون هذا الهيدروجين ايون من يسوي binding مع الاكسيهيموجلوبين راح يقلل الافينتي اوف اوكسجين اوف هيموجلوبين تو ذا اوكسجين. راح يقلل الافينتي اوف هيموجلوبين تو ذا اوكسجين. اذا البايندينج ما بين الهيدروجين ايون وما بين الهيموجلوبين راح يقلل الافينتي فور اوكسجين. فايش راح يصير؟ This will lead to increase release of oxygen from hemoglobin to the tissue. So tend to make hemoglobin release oxygen. Oxyhemoglobin arrives at the systemic capillary 97% saturation and leaves 75% saturation. تذكرون قلنا انه الاكسجين ساتوريشن هو 100%. يعني الاكسجين ساتوريشن بالارتيريال سايد يكون 100%، لكن تذكرون قلنا اكو شيء اسمه برونكيال circulation. هذا البرونكيوس سيركوليشن الدرينج مال وين راح يروح؟ راح يروح الى البلمنري سيركوليشن. فهذا من يجي راح يجيب دي اوكسجينيتد بلاد. وين يصير له ميكسينج مع الاوكسجينيتد بلاد؟ قلنا عليه هذا يسمونه فيسيولوجيكال شانت. زين فيسيولوجيكال شانت، فراح يصير ميكسينج للدي اوكسجينيتد مع الاوكسجينيتد بلاد، فراح يقل الساتوريشن الساتوريشن الاوكسجين ساتوريشن راح يقل من 100% الى 97%، او حتى بكلام اصح واسهل حتى ما يعني يسوي عندنا يعني ارباك بالموضوع، انه نقول الساتوريشن الاكسجين ساتوريشن راح يكون ما بين 97% الى 100%. اذا الاكسجين ساتوريشن زين راح يكون بين 97% الى 100%. سو فالبلد اللي واصل الى التشو اللي هو موجود بالكابيلاريز راح يكون الاكسجين ساتوريشن ب 97 الى 100%. زين هنا من راح يجي السي او 2 من التشو ويدخل الى الار بي سي ويسوي بايندينج مع الووتر ان بريزنس اوف كربونيك انهيدريز، وبعدين ينطينا البايكربونيت والهيدروجين ايون. هذا الهيدروجين ايون هو انستيبل، هذا انستيبل، هذا بروتون. البروتون يتحرك ممكن يسوي لنا تشو انجري. فاكو الهيموجلوبين اكو بي بروتين تشين اللي هي تشين اوف امينو اسيد. زين هو عباره عن تشينز اوف امينو اسيد الهيموجلوبين، والسنتر ماله بي هيم. زين هذه تشينز اوف امينو اسيد بيها نوع من الامينو اسيد اسمه هيستيدين. زين هذا الهيستيدين اكو طالع من عنده هوك شنقال، كل هيستيدين يطلع من عنده هوك، كل هوك يسوي فيكسيشن اوف هيدروجين ايون. Each hook will fixate the proton hydrogen ion. فش راح يسوي؟ راح يقلل the free mobility of hydrogen ion. يسوي له fixation. زين؟
هذا البايندينج اوف هيدروجين ايون مع الهيموغلوبين شو يسوي؟ يخلي الهيموغلوبين يقلل الافينيتي مالته تو اكسجين، فايش راح يصير؟ There will be release of oxygen from hemoglobin to the tissue. بالاضافه الى هذا يزيد قابليه الهيموغلوبين على البايندينج مع السي او 2، على البايندينج مع السي او 2. ايش راح يصير؟ الهيموغلوبين قلنا زين جاي مسوي شنو؟ ترانسبورت للاكسجين. الاكسجين الساتوريشن ماله 97 الى 100%، خلينا نقول 100% الاكسجين ساتوريشن. وين؟ ات تشو ليفل. وين؟ بالكابيلاري، بالبلد الموجود بالكابيلاري. ساتوريشن اوف اكسجين 100%. من راح يسوي ريليز اوف اكسجين راح يقل الاكسجين ساتوريشن يصير 75%. فالبلد اللي طالع من التشو الاكسجين ساتوريشن ماله هو 75%. زين venous reserve oxygen remaining in the blood after it passed through the capillary beds utilization coefficient gives up 22% of its oxygen load. هذا الموضوع مال ال percentage انه 22% of its oxygen given up to the tissue، هذا يقصد هنا يعني كحجم، هذا يقصد كحجم. هذا الموضوع راح اجيكم عليه بالمحاضره الجايه ان شاء الله واشرح لكم اياه. يعني هذا هذه اكو شيء اسمه انه كل غرام من الهيموغلوبين ايش قد يعني ينقل اكسجين كحجم كفوليوم 1.3 مل. زين هاي بعدين راح اجيكم عليها بها معادلات ما اريد ادوخكم بها. زين هذاك الحكي اللي حكيناه هو at level of the tissue، tissue levels، الغاز exchange. قلنا يجي ال oxygenated blood من ال left side of the heart، بعدين يصل إلى التissue، فشو يصير؟ الكابيلاري تكون بها ال saturated oxygen أو ال oxygen saturation ما بين 97 إلى 100%، يطلع ال CO2 من التissue، يروح وين؟ يروح إلى ال RBC بداخلها يتحد مع ال water. ويصير التفاعل باتجاه اليمين متحرك in presence of carbonic anhydrase راح ينطينا H2CO3 هذا الحامض ومركب قلق بسرعة يصير له dissociation يتفكك in presence also of carbonic anhydrase وينطينا bicarbonate وهيدروجين ايون. هذا الهيدروجين يسوي binding مع الهستيدين بالأمينو أسيد تشين of hemoglobin، فمن يسوي binding مع الهيدروجين هذا الأوكسي هيموغلوبين or oxygenated hemoglobin راح تقلل الأفينيتي of هيموغلوبين تو اوكسجين، فراح يصير ريليز اوف اوكسجين فروم هيموغلوبين ويروح الى التشو. زين ويروح الى التشو بنفس الوقت راح تزيد الافينيتي اوف هيموغلوبين تو ذا سي او 2 تو ذا سي او 2. زين هنا الاوكسجين ساتوريشن ورا ما صار ريليز اوف اوكسجين فروم هيموغلوبين يعني اللودينج اوف اوكسجين فروم هيموغلوبين تو ذا تشو راح يقلل الاوكسجين ساتوريشن من 100% الى 75% الى 75%. طبعا هو اكو اربع مكانات، يعني شلون هي سياره خلينا نقول عليها الهيموغلوبين يمثل سياره تاكسي صالون. زين تشيل اربع راكب تشيل. زين من تصل الى التشو تكون السياره مقبطه، يعني جايه من الليفت سايد اوف ذا هارت عن طريق الايورتا بعدين عن طريق البلود فيزلز واصله الى الكابيلاريز. هذه السياره شايله اربع نفرات اللي هم 4 مولكولز اوف اوكسجين. من تصل الى التشو ويطب بداخلها السي او 2 يسوي بايندينج مع الووتر وبعدين يسوي لنا اتش 2 سي او 3 والاتش 2 سي او 3 ديسوشيتد تو بايكربونات ان هيدروجين ايون، والهيدروجين يسوي بايندينج مع الهوك اوف هيستيدين. ايش راح يصير؟ راح ينزل واحد من النفرات، تنزل اوكسجين مولكول تروح الى التشو. فايش راح يصير؟ راح يصير الساتوريشن هي 75%، يعني هي جت السياره مقبطه فولي ساتوريتد، يعني المقاعد الاربعه محجوزه بها نفرات بها 4 مولكولز اوف اوكسجين. فمن وصلت الى التشو انطت نزلت نفر، ايش صار؟ هي السياره اربع نفرات تشيل 4 مولكولز اوف اوكسجين، نزلت مولكول اوف اوكسجين، ايش بقى بها؟ بقى بها 3 مولكولز اوف اوكسجين، بقى عندنا كرسي فارغ بالهيموغلوبين. فصار 75% ساتوريتد، يعني ثلاثه من اربعه ساتوريشن، يعني ثلاث مقاعد بها اوكسجين والمقعد الرابع فارغ. فقل الساتوريشن اوف اوكسجين من 100% الى 75%. هذا الشيء ايش راح يسوي؟ راح يزيد اللودينج اوف، يعني يزيد اللودينج اوف سي او 2، صار مكان للسي او 2 حتى يصعد ويروح عن طريق الهيموغلوبين ويصل الى الالفيولاي ويصير له غاز. طبعا السي او 2 ايضا ينتقل عن طريق
البايكربونات يعتبر مصدر مهم للبايكربونات، وايضا كديسولفد سي او 2 بالبلازما. فاكو 3 ways of transport of CO2، اما dissolved in plasma او as bicarbonate او binding to hemoglobin. بينما الاكسجين mainly transported in binding with hemoglobin as oxyhemoglobin. يعني حوالي 98.5% من الاكسجين يكون transported binding to hemoglobin، وتبقى 1.5% اللي هي dissolved in the plasma. dissolved in the plasma. زين، هسه نجي على alveolar gas exchange. alveolar gas exchange reaction that occur in the lungs are reverse of systemic. اذا عكس ما صار بالتش راح يصير بالالفيولاي. هنا ايش راح يصير؟ راح يصير CO2 unloading. هناك ايش صار؟ صار oxygen unloading. زين، as hemoglobin loads oxygen it is affinity for hydrogen decrease. فاذا هنا at alveolar level جانا oxygen منين؟ من الالفيولاي. وين جاء؟ جاء الى الكابلاريز. فمن جاء الاكسجين الى الكابلاريز سو بايندينج مع الهيموجلوبين، هذا الاكسهيموجلوبين قلت الافينيتي مالته فور بايندينج وذ هيدروجين ايون. فايش راح يصير؟ هيدروجين ويل بي ديسوشييت فروم هيموجلوبين. هنا راح الهوك اوف هيستيدين راح تفل، تترك هذا، تسوي ريليز اوف هيدروجين، تتركه. زين؟ تترك الهيدروجين. So the hydrogen will be dissociated from hemoglobin and bind with bicarbonate. بهالأثناء البايكربونات اللي جاب البلازما ايش راح يصير بيه؟ راح يدخل مرة ثانية إلى ال RBC in exchange with chloride. In exchange with chloride. زين؟ فإذا at alveolar level راح شو يصير؟ البايكربونات يطب مرة ثانية إلى ال RBC ويطلع الكلورايد خارج ال RBC. يسمونه كلورايد شيفت اللي قلنا عليه. اللي هو اكو بروتين اكسشينجر بروتين موجود بال سيل ممبرين اوف ار بي سي، يطلع لنا الكلورايد خارج ويطبب لنا بايكربونات، عكس ما صار ات تشو ليفل. ات تشو ليفل سوى بعدين طب الكلورايد وطلع البايكربونات. هنا العكس، هنا البايكربونات وصل ات الفيولر ليفل، وش راح يسوي؟ ما راح يروح مباشرة إلى الألفيولاي لأنه ما يقدر كبايكربونات، ما يقدر يسوي إكستشينج مع الألفيولاي، يسوي إكستشينج مع شنو؟ ما يقدر. أول شيء يصير له إكستشينج هو الديسولف سي أو 2. ديسولف سي أو 2 المذاب بالبلازما راح يصير له إكستشينج بالبداية. زين؟ فش راح يصير؟ راح هذا السي أو 2 يروح إلى الألفيولاي ويطب مكانه أكسجين. زين؟ وهذا الأكسجين راح يسوي بايندينج مع الهيموجلوبين ويعطينا أوكسيهيموجلوبين، وهذا يقلل الافينيتي اوف هيموجلوبين تو هيدروجين ايون. ايش راح يصير؟ راح يصير ريليز اوف هيدروجين ايون. بهالاثناء راح يجي البايكربونات ويطب داخل الار بي سي، يطب داخل الار بي سي ويسوي بايندينج مع الهيدروجين ايون اللي صار له ريليز من الهيموجلوبين، وينطينا شو ينطينا؟ ينطينا H2CO3. راح التفاعل يمشي باتجاه اليسار، ينعكس عكس ما موجود بالتشو التشو ليفل. البايندينج هنا يكون بين الهيدروجين والبايكربونات، هناك بين السي او 2 والووتر. زين، هذا ايش راح يعطينا؟ يعطينا H2CO3 طبعا ان بريزنس اوف كربونيك انهيدريز. هذا ال H2CO3 راح يصير بي ديسوشيشن رابيدلي الى ووتر اند سي او 2. هذا السي او 2 راح يصير له اكستشينج مع شنو؟ مع الاكسجين اللي موجود بالالفيولاي. ريفيرس كلورايد شيفت، طبعا ريفيرس كلورايد شيفت، هناك صار كلورايد شيفت، هنا ريفيرس، هنا طب بايكربونيت طلع كلورايد، هناك طب كلورايد طلع بايكربونيت، طب كلورايد داخل الار بي سي وطلع بايكربونيت. ليش؟ لانه هناك الرياكشن دايركتد تو ذا رايت سايد، ووتر وسي او 2 سو ون بايندينج انطن اتش 2 سي او 3. هذا ات تشو ليفل، الاتش 2 سي او 3 ديسوشيتد الى بايكربونيت وهيدروجين، الهيدروجين سوى بايندينج مع الهيستيدين، بقى البايكربونيت صار له اكيميليشن داخل الار بي سي. فايش راح يسوي؟ راح يسوي كلورايد شيفت، يطلع برا ويطب مكانه كلورايد. من وصلت ال ار بي سي الى الالفيولاي راح يصير؟ راح يرجع الكلورايد يطب ويطلع، يرجع البايكربونات يطب داخل ال ار بي سي ويطلع الكلورايد اللي طب ات تشو ليفل. فهذا البايكارب ايش راح يسوي؟ يسوي بايندينج مع الهيدروجين اللي صار له ريليز من الهيموجلوبين بسبب شنو؟ بسبب انه الاكسجين جاء من الالفيولاي وسوي بايندينج مع الهيموجلوبين، فصار عندنا اوكسيهيموجلوبين، فصار قلت الافينيتي فور هيدروجين ايون، فصار له ريليز. فالبايكربونيت
ايش راح يصير؟ راح يطب داخل الـ RBC in exchange with the chloride يسوي binding مع الهيدروجين ايون ويعطينا H2CO3. هذا الـ H2CO3 associated الى water and CO2. فاذا هنا اكو ريفيرس كلورايد شفت، طلع الكلورايد برا طب بايكربونيت عكس التشو. زين، فالكربون بايكربونيت نيجاتيف ديفيوز باك انتو ار بي سي، اذا هو طلع من الار بي سي التشو ليفل وطب مكان الكلورايد. ليش؟ لانه صار التركيز ماله عالي داخل الار بي سي اكيميليتد، لانه الرياكشن هناك دايركتد تو ذا رايت سايد، فصار اكيميليشن اوف بايكربونيت، فصار صار كلورايد شيفت. هذا التشو ليفل طلع البايكربونيت وطب كلورايد، هنا صار ريفرس كلورايد شيفت، طب البايكربونيت وطلع الكلورايد. زين، فايش راح يصير؟ البايكربونيت ديفيوز باك انتو ار بي سي ان اكستشينج فور كلورايد. Free CO2 generated diffuse into alveolus to be exhaled. فهنا هذا CO2 اللي نتج من التفاعل ما بين الهيدروجين والبيكربونات وإنتاج H2CO3 والdissociation of H2CO3 إلى water and CO2، هذا CO2 هو اللي راح يصير له أيضا exchange مع الأكسجين الموجود بالالفيولاي، فراح يصير further exchange. الاكسشينج الأول صار بين dissolved CO2 وما بين الاكسجين الموجود بالالفيولاي، والاكسشينج الثاني راح يصير ما بين CO2 اللي هو داخل الار بي سي اللي نتج من التفاعل ما بين الهيدروجين والبايكربونات، فراح يصير له اكسشينج مع الاكسجين الموجود بالالفيولاي. Adjustment to the metabolic needs of individual tissue. Hemoglobin allots oxygen to the to match metabolic needs of different states of activity of the tissues. Four factors that adjust the rate of oxygen unloading: ambient PO2, active tissue has decreased PO2, oxygen is released from hemoglobin, temperature, active tissue has increased temperature promote oxygen unloading. اكو بعض الفاكتورز اللي تزيد ال unloading of oxygen. زين، زيد الهيموجلوبين unloads of oxygen، من ضمنها increase tissue activity. ليش؟ لانه increase tissue activity ايش راح يزيد؟ يزيد الاكسجين نيدز، يزيد الاكسجين كونسبشن، فراح نحتاج اكسجين اكثر. ليش؟ حتى هذا الاكسجين يحرق السورسز اوف انرجي اللي موجوده اللي هي مثلا الجلوكوز، حتى يحرق هذا الجلوكوز نحتاج اكسجين. زين، طبعا حرق السورسز اوف انرجي حتى فور برودكشن اوف انرجي نحتاج طاقه حتى هذه التشو تعمل تستمر بعملها. زين، فهذا الاكسجين منين يجينا؟ يجينا من الهيموجلوبين. حتى يصير له اللودينج وريليز من الهيموجلوبين اكو بعض الفاكتورز زيدوا اللي هي التشو اكتيفيتي ممكن يزيدوا، والتمبريتشر انكريز بادي تمبريتشر اولسو بروموت اكسجين اللودينج. طبعا الحركه الاكتيفيتي الاكسرسايز اولسو انكريز اكسجين كونسبشن اند انكريز هيموجلوبين اللودينج. اكو شيء اسمه بوهر ايفكت، هذا حكيت لكم عليه بالمحاضره وقلت لكم اكو شيء اسمه دبل او دبل بوهر ايفكت، جبت لكم اياه بالكويز والغالبيه جاوبوه صحيح. البوهر ايفكت الاكتيف تشو هاز انكريس سي او 2 which lower بي اتش اوف بلاد اند بروموت اوكسجين اللودينج. اذا الانسجه من تزيد الفعاليه مالتها تزيد الاكتيفيتي اوف تشو، ايش راح يصير؟ راح يكون اكو ناتج عرضي ويست برودكت اللي هو منه اللي هو CO2 ثاني اكسيد الكربون، فهذا CO2 راح يسوي بايندينج مع الووتر، يسوي لنا H2CO3 ينطينا بايكربونات وهيدروجين ايون، راح ينطينا مور هيدروجين ايون، فهذا ايش راح يسوي؟ راح يزيد الحموضه، راح يقلل لنا البي اتش. تدرون النورمال بي اتش هو 7.35 الى 7.45، فاذا اقل من 7.35 البي اتش راح يصير عندنا شيء اسمه اسيدوسيس، بي اتش اوف بلاد طبعا، راح يصير عندنا شيء اسمه اسيدوسيس، واذا زاد فوق ال 7.45 راح يصير عندنا شيء اسمه الكالوسيس. فاذا انكريس سي او 2 ايش راح يسوي؟ راح يسوي لنا يقلل لنا البي اتش، فيسوي يزيد لنا الاسيديتي، فهذا ايش راح يسوي؟ يزيد لنا اللودينج اوف اوكسجين. تتذكرون قلنا الهيدروجين ايون من يسوي بايندينج، طبعا من يصير هي الاسيديتي شنو؟ انكريس هيدروجين ايون بروتون بوزيتيف بوزيتيفلي تشارج. زين، فمن راح يزيد الهيدروجين ايون راح يقلل البي اتش، فهذا راح الهيدروجين ايون يسوي بايندينج مع الهيموجلوبين، تتذكرون قلنا فمن سوى بايندينج مع الهيموجلوبين ايش راح يصير؟ راح يزيد الريليز اوف اوكسجين منين؟ من الهيموجلوبين، هذا يسموه بوهر ايفكت. زين، بس
فوسفوجليسيريت او داي فوسفوجليسيريت، مرات اكو تكست بوك يسميه بي بي جي، اكو دي بي جي يسميه. هذا الدي بي جي هذا من يزيد يسوي بايندينج مع الهيموغلوبين، فهذا يزيد الاكسجين اللودينج، يزيد الاكسجين اللودينج باي فوسفوجليسيريت او اكو تكست بوك يسمونه داي فوسفوجليسيريت. طبعا هذا اكو عده عوامل تزيده، زياده الداي فوسفوجليسيريت او البيس فوسفوجليسيريت بالار بي سي راح يزوي شو يسوي؟ هذا يسوي بايندينج مع الهيموغلوبين ويزيد لنا الاكسجين اللودينج. اكو شيء اسمه هالدن افكت، هالدن هذاك قلنا بوهر افكت اللي هو يزيد السي او 2 ويقلل البي اتش ويصير بايندينج اوف هيدروجين مع الهيموغلوبين ويصير اللودينج اوف اكسجين او ريليز اوف اكسجين. شو هذا بوهر افكت؟ طبعا قلنا منه اللي يزيد اللودينج اوف اكسجين البيس فوسفوجليسيريت او داي فوسفوجليسيريت، وقلنا هذا الداي فوسفوجليسيريت اكو عده عوامل تزيده، يعني تزيد الاكسجين ريليز. اكو هالدن افكت هو ريت اوف سي او 2 لودينج is also adjusted to varying needs of the tissue. Low level of oxyhemoglobin enable the blood to transport more CO2. يعني تذكرون قلنا البلد يكون بالكابيلاريز من يصل الى التشو 100% saturated، يعني الاكسجين ساتوريشن يكون 100%. من يقلل الاكسجين ساتوريشن زين ايش راح يعني يصير ريليز اوف اكسجين تو ذا تشو؟ راح يقلل الاكسجين ساتوريشن من 100% الى 75%. هذا الشيء راح يزيد السي او 2 لودينج. لودينج وين؟ لودينج ويا الهيموغلوبين. يعني الهيموغلوبين سياره خصوصي شايله اربع نفرات زين، الاربع نفرات ذولا اذا خلينا نقول هي شايله فور فيميلز، فور فيميلز هذول الفور فيميلز هم الاكسجين. من وصلت الى التشو انطت نزلت وحده فيميلز بالتشو، بقوا ثلاثه فيميلز زين. فش صار؟ صار اكو مكان فارغ قدام ويا السائق زين، صار اكو مكان فارغ لان الساتوريشن صار 75% للاكسجين. يعني هو شايل اربعه نزل نفر بقوا ثلاثه، وهذا المكان صار شاغر. هنا صارت فرصه للسي او 2 ان يسوي لودينج، يصعد بالسياره اللي هو الميل، صعد وين؟ ويا السائق. هذا يسمونه هالدن افكت اللي هو ريت اوف سي او 2 لودينج which is also adjusted to varying needs of the tissue. Low level of oxyhemoglobin enable the blood to transport more CO2. زين؟ فإذا ايش قد ما يقلل الأكسيهيموغلوبين يزيد الـ CO2 loading. فقلنا الأكسجين ساتوريشن هو 100% at capillary level at tissue level بالكابيلاريز. فمن سوى release of oxygen راح إلى التشو 1 molecules of oxygen صار الساتوريشن صار 75% وصار عندنا مجال للسي او 2 ان يسوي لودينج. طبعا ممكن انه يكون مور ريليز اوف اكسجين بحالات معينه ويقلل الاكسجين ساتوريشن اكثر وتزيد قابليه الهيموغلوبين ان يسوي لودينج للسي او 2. انكريز بودي تمبرتشر زياده حراره الجسم، انكريز الثايروكسين هرمون هذا اللي هو هرمون الغده الدرقيه، الجروث هرمون اللي تفرزه الانتيرير بيتوتري جلاند، التستوستيرون، الابينفرين، all raise BPG او DPG and cause oxygen unloading. اذا هذه كلها الفاكتورز شو تسوي؟ تزيد لنا الدي بي جي. وقلنا احنا الدي بي جي من يزيد ايش راح يسوي؟ راح يزيد الاكسجين unloading، يعني يسوي more release of oxygen from hemoglobin to the tissue. Increase metabolic rate requires increase oxygen. قلنا هذه الاشياء طبعا كلها تزيد الميتابوليك ريت. من يزيد الميتابوليك ريت هو الميتابوليزم شنو؟ الميتابوليزم لو انابوليزم لو كاتابوليزم، هو ايضا ينقسم الى عمليات هدم وعمليات بناء. فاي اكو شيء اسمه بيزل ميتابوليك ريت انه احنا واحنا قاعدين اكو عمليات ايضيه مستمره بالجسم زين. اذا زاد هذا الميتابوليك ريت مثلا احنا سوينا تمارين رياضيه، صعدت درجه الحراره، تاثير الثيروكسين، الجروث، اكلنا، كل هذه عوامل، صرنا اندر ستريس، انفعلنا، كل هذه الاشياء ممكن تزيد الميتابوليك ريت معدل الايض. فمن زاد الميتابوليك ريت الجسم راح يحتاج طاقه اضافيه، ايش راح يسوي؟ راح يحرق سورسز اوف انرجي، يحرق سكريات مثلا، كربوهيدرات زين. فعمليه حرق الماكرو موليكيولز او السمبل موليكيولز، يعني عمليه حرق المواد الغذائيه اللي تستخدم كمصدر للطاقه يحتاج الى اكسجين. فمن يزيد الميتابوليك ريت الايض يزيد، راح نحتاج الى مور اكسجين زين. فايش راح يصير؟ الاكسجين وين يجينا؟ يجينا من الهيموغلوبين، الهيموغلوبين هو الترانسبورتر اوف اكسجين، فراح يزيد الريليز اوف اكسجين فروم هيموغلوبين، يزيد
الريليز اوف. بالمقابل عمليات الايضيه من الزيت ويزيد حرق المواد لانتاج الطاقه بوجود الاكسجين، راح العمليات الايضيه تنتج منها نواتج ثانويه، الويست برودكت يعني مال العمليات الايضيه، من ضمنها ايش راح يصير؟ راح يزيد البرودكشن اوف سي او 2. اذا ايش راح يصير؟ راح قابليه الهيموجلوبين، بما انه الهيموجلوبين قابليته على الريليز اوف اكسجين زادت، اذا قابليته على البايندينج اند لودينج اوف سي او 2 راح يزيد، هذا يسمونه هالدن افكت. بلاد جازز اند ريسبيريتوري ريثم ريت اند ديبث اوف بريثينج، معدل اند وعمق التنفس ادجستد تو مينتين ليفلز اوف بي اتش 37.45. اذا الريسبيريتوري سيستم يلعب دور مهم في المحافظة على الـ pH of blood بين 37 إلى 47. الـ PCO2 40 مليمتريك Hg والـ PO2 95 مليمتريك Hg. زين. الـ Brainstem Respiratory Centers receive input from